بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بأواصر عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته حرص المملكة البحرين على تطوير وترسيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين والارتقاء بها في ظل الشراكة الاستراتيجية.